الخشوع والحنين للماضي والصوت الندي وخمسة عقود من الإمامة والخطابة في المسجد الحرام جعلت من اسمه معنى لرمزية صلاة الحرم لأجيال من المسلمين. إنه الشيخ عبد الله بن محمد الخليفي. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. شاب نشأ في بيت علم فحفظ القرآن الكريم وتلقى العلوم الأولية على والده المقرئ الشيخ محمد بن عبد الله الخليفي، ثم تتلمذ على عدد من مشايخ القصيم منهم محمد بن مقبل وعبد الرحمن الكريديس وعبد العزيز السبيل وغيرهم، كما درس على يد الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ. منذ ولادته في العام 1914 للميلاد وهو محل الاهتمام الذي يليق بمواهبه وقدراته، فعذوبة الصوت والفطانة والسمات القيادية والفصاحة كانت سيرته، فأحبه سائر من عرفه وزكاه كل من تعلم على يده من العلماء والقضاة. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. تلقى الشيخ العلوم في المدارس النظامية، فحصل على كفاءة المعلمين من وزارة المعارف، كما نال عددا من الإجازات العلمية وإجازات بالتجويد من عدد من القراء، كما نال إجازة بالتدريس في المسجد الحرام، واعتبر أحد رواد التعليم والتربية منذ أن عين معلما للعلوم الشرعية في ثانوية العزيزية بمكة المكرمة عام 1953 وصولا لإدارته مدرسة حراء الابتدائية منذ تأسيسها عام 1960 للميلاد لمدة 34 عاما، كما أنه درس في الحرم المكي الشريف فكان فيها نعم المربي والمعلم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
رشحه شيخه عبد الله بن حسن للشيخ ليكون مساعدا لإمام الحرم المكي الشيخ عبد الظاهر أبو السمح، فكان ينوبه في الصلوات منذ عام 1947. فأما الحرم المكي وعمره 34 عاما، وكان قبلها إماما لمسجد قصر الملك فيصل في الطائف لمدة عامين بعد قدومه من القصيم. تميزت تلاوات الشيخ الخلافي بالخشوع مع تدبر الآيات وتناغم الصوت مع البيان القرآني، فهو الحريص على أخذ العلوم من أفذاذ العلماء، فدرس على الشيخ المقرئ سعد وقاص علوم التجويد والقرآن الذي تخرج على يديه عدد من كبار العلماء. وفي عام 1953 أصبح الشيخ عبدالله الخليفي الإمام الرسمي للمسجد الحرام، فصلى فيه كل الفروض اليومية والأعياد وغيرها لوحده مدة 15 عاما، كما أنه الخطيب والإمام الذي أبكى الملايين. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. عد الشيخ عبد الله الخليفي من أعمدة الحرم المكي في القرون الأخيرة، بالإضافة لطول مدة إمامته للمسجد الحرام، فقد كان له الفضل في جمع الناس لصلاة التهجد بجماعة واحدة في المسجد الحرام بعد أن كانت تصلى فرادى أو بجماعات صغيرة متفرقة. لا تكاد تمر ذكرى رمضان وصلاة التراويح إلا ويذكر ارتباط الملايين من المسلمين بصوته العذب وتلاوته الخاشعة وختمه للقرآن الكريم خلال الشهر الفضيل. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله ساء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سخر الشيخ عبد الله الخليفي علاقاته ووجاهته لخدمة الناس ودعم المشاريع الخيرية وبناء المساجد، كما عرف بكرمه البالغ وضيافته للقادمين إلى مكة سيما في موسم الحج ورمضان. أثرى الخليفي المكتبة الإسلامية بعدد من المؤلفات التي حفظت علمه وبينت صورة الإسلام الصحيح، كما أن له مشاركات إذاعية بالأخص على إذاعة نداء الإسلام ببرنامج دروس من الفقه الإسلامي، والتي سجلت له كذلك مصحفا مرتلا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عام 1993 كانت اللحظات الأخيرة من حياة الشيخ في الطائف بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة وهو ما زال إماما وخطيبا للمسجد الحرام، فنعاه الديوان الملكي وصلي عليه في عصر اليوم التالي بالمسجد الحرام، وبكته أمة كان يبكيها. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.